الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال خبراء في الشأن الاقتصادي والمصرفية المالية العراقية إن لا هناك فائدة اقتصادية من الأموال المجمدة في البنك المركزي العراقي، حيث يتم إطلاقها بعد إيجاد آليات واتفاقات لها كما حدث مؤخرا مع إيران. وقال الخبراء إن الأموال المجمدة لدى العراق سواء كانت لإيران أو لغيرها من الدول لا فائدة اقتصادية منها، فهي تبقى مجمدة لدى مصرف حكومي ولا يمكن التصرف بها إلا بعد السماح بإطلاقها إلى الجهة الثانية. أكدت اللجنة المالية البرلمانية عدم تمرير قانون سلم رواتب الموظفين خلال العام الحالي، متوقعة تقديم التعديل ضمن موازنة العام المقبل. وقال رئيس اللجنة أطوان الأطواني إن القرار بشأن تقديم قانون سلم الرواتب محصور بيد الحكومة، مشددا على أن البرلمان ليست له السلطة في تشريع هذا القانون إلا بعد أن يأتي من مجلس الوزراء. وتوقع الأطواني تأجيل القانون إلى العام المقبل باعتبار أن الموازنة قد تم إطلاقها وأثقلت بعجز مالي كبير يقدر ب 64 تريليون دينار عراقي. قالت هيئة النزاهة إنها ضبطت مخالفات في 3 مشاريع استثمارية متلكئة في محافظة صلاح الدين. وأضافت الهيئة أن تلكؤ المشاريع ناتج عن منحها إلى شركات غير رصينة، وكذلك غض النظر عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، على الرغم من مضي مدة طويلة على إبرام عقود تلك المشاريع وانتهاء المدة الزمنية المحددة للتنفيذ. وأوضحت الهيئة أن أحد رؤساء هيئة استثمار صلاح الدين السابقين قام بمنح إجازات لشركات غير رصينة، كما لم تتضمن العقود فرض غرامات تأخير على تلك الشركات المتلكئة. أثارت شركة جيلف جيستون بتروليوم شكوكاً بشأن استمرارية نشاطها بعد أن أعلنت تخفيض وظائف المغتربين بنسبة 55% بهدف خفض النفقات في ظل تعليق تصدير النفط الخام من كردستان العراق إلى تركيا. وقالت الشركة المدرجة في بورصة لندن وتركز عملياتها في كردستان العراق إنها تدرس إمكانية شطب المزيد من الوظائف بعد الضربة التي تلقتها إثر توقف الضخ عن أنابيب نفط العراق تركيا في شهر آذار الماضي. قال صندوق النقد الدولي إن تغير المناخ العالمي يهدد بتفاقم النزاعات في جميع الدول الهشة وينذر بزيادة الوفيات. وأضاف الصندوق أن الصدمات المناخية ستؤدي إلى تفاقم النزاعات الدموية بشكل كبير، ما يؤدي إلى تفاقم عوامل الجوع والفقر والنزوح. وتوقع الصندوق أنه بحلول عام 2060 قد تزيد الوفيات الناجمة عن النزاعات بنسبة 8.5% من السكان في الدول الفقيرة، وبنسبة تصل إلى 14% في الدول التي تواجه ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.